مرحبا بكم في منزل الطفل ابو حفاظات في التحديث الجديد. الباب ما بيفتحش. المفتاح الجديد بقى هنا. مساء الخير، انا جاي اظبط امور حضرتك يا فندم. اهلا القرصان، عامل ايه؟ مرحبا بكم في التحديث الجديد يا جدعان بتاع المرحله الاولى من لعبه الطفل الاصفر الشرير الشيطاني الملبوس. وهنبتدي يا معلم. ازيك يا حبيبي، ازيك يا دنوي، عامل ايه؟ عملت لايك ولا لسه؟ ما تقول الناس دي يا عم بتعمل لايك. يا عم انت يا عم بقى في ايه يا جدعان؟ بتعملوا لايك يا جدعان؟ خلاص يعني كده هم عملوا لايك يعني. طب تعالى بقى، تعال عامل ايه يالا؟ بقول لك في تحديث جديد والعاب جديده. تعال يا معلم كده نستكشف الالعاب الجديده. اوبا يالا، كل دي العاب. اوبا يا عم، ايه ده؟ ايه ده؟ تعال كده. مساء الخير. لا مش ده يا جدعان، مش ده. اقعد هنا بقى، اقعد هنا، ده احنا هنلعب النهارده لما نشبع. ده مسدس العيون، حلو قوي. خد العين دي وخد العين دي، 100 100 كده. شكله الجديد بقى احلى. ده الشاكوش الجديد؟ لا كان موجود ده قبل كده، صح. ولا استنى بس، ده في حاجات كتير جديده هنا يا جدعان. استنى بس، تحديث الالعاب ده جامد جدا. بس هنحط له دي هنا ونجيب العربيه. ايوه هي العربيه ديت يا شباب. فين بقى العربيه؟ ايوه العربيات دي حلوه قوي. بص بقى العربيات دي يا شباب بتعمل. يا عم انت ما نشن اهي. ايوه يا عم انت طير يلا. هوبا ايوه يا جدعان، كده صح 100 100 يا جدعان. شغل العربيات الجديد ده جامد جدا. ماشي، ايه تاني بقى؟ ايه البتاع ده؟ القرص جربناه كله كده تمام، تحت السيطره دي الزراطه صح بتعمل. ماشي حلو. او انت يا اخبارك، انت عامل ايه؟ انت جعان ولكن يا شباب تعودنا في بدايه كل حلقه لازم نعمل صينيه البيبي بشاميل. هنجيب اول حاجه رغيف التوست، بعد كده اللي هيصب بيضه، وبعد كده بيضه تانية. البيض بقى غالي يا عم انت، ده بقى كفايه بالطين المره دي. خد سرعه جبنه رومي، وخد فتره معفنه، وخد لانشون. ايوه اديله وحده لانشون، واديله طماطمايه، واقفل عليه يا معلم باب الفرن، وجهز له البزازه، واقفل ده واضرب يا معلم. العفريت ده عاوز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ امشي انت. بقول لك يالا، كلم صاحبك العفريت ده. عايزين بقى يا شباب نعد مع بعض ونستكشف كام. يا عم خلاص يا عم انا عرفت. عايزين يا شباب نعد ونستكشف مع بعض كام حاجة جديدة ظهرت في التحديث الجديد. يعني لحد دلوقتي مش شايف غير حاجة واحدة اخدت بالي منها، ما اعرفش انتوا كمان اخدتوا بالكم ولا لا. ايه ده؟ ده بيقوم. طبعا موضوع الفازة اللي بره ومقدمة، وموضوع اطفح دي. تعالى اوريكم حاجة جديدة، الكنبة الجديدة. اخدتوا بالكم الكنبة الجديدة؟ الله الكنبة الجديدة ولا ليها أي 30 لازمة، ما اعرفش أصلا إيه ده؟ إيه ده؟ عامل إيه؟ هيبتدي بقى يختفي ويظهر. خد يا ابني، تعالى اغير لك يا ابني. ايه ده؟ مغرفه؟ استنى بس، انا شفت شبشب. ده شبشب ده صح؟ شبشب ده. لا على اسواقك ازاي ده دلوقتي؟ لا حرام يا جدعان، بس هو يلسوعني عادي، هو بينفخني مش بيلسوعني. عايزين يا ابني نستكشف يا ابني الحاجات الجديده يا ابني يا حبيبي انت يا ابني يا ضنايا. يا ابني انت يا ابني ما تتعبنيش يا ابني بقى. حبل الله يا رب. ايه ده؟ لعبه جديده؟ ملهاش لازمه. كل ده ملوش لازمه. تعالى نقعد نحكي له القصه الممله بتاعته دي. قصه ايه؟ القطه. ماشي يا رب يكون نام. خلصنا قرايه القصه الحمضانه الممله. نام. ماشي، بيقول لي بقى ايه؟ امشي واقفل الباب وانزل اتفرج على التلفزيون. روح يا شباب بس كده اتفرج على التلفزيون. ايه ده؟ ده البتاع اللي في الارض. ما انا استغربت برضك، قلت ايه اللي طلع الصوت ده. ماشي، التلفزيون ما فيهوش جديد. تعالى كده يا جدعان نقعد نتفرج على التلفزيون. التلفزيون بقى بيشتغل وبيجيب لي اعلانات، وماكينه التوست اللي انا هشتريها كمان شويه هو تقريبا شافها فراح طلبها تقريبا يا جدعان. ايه ده؟ موسيقى جديده ومؤثرات صوتيه جديده يا جدعان، سامعين؟ ما علينا، الواد بيعيط، هروح اجيب الواد. ثانيه واحده يا شباب اجيب الواد. انت يا ابني، انت يا حبيبي. بس يا بابا، ماما جايه. ايه بابا جاي اهو، مش هتفرق ماما من بابا، كلنا هنتنفخوا دلوقتي. انت يا ابني بطل. انت فين يا ابني؟ بيقول لي رجع الواد على السرير. انت رحت فين يا حبيبي؟ انت نزلت تحت صح؟ قاعد بتلعب بالالعاب الجديده انا عارف. تعالى طلعك تاني على السرير. انت يا ابني مش كنت نايم يا ابني؟ يا عم انت القرصان، انت شكلك بقى غريب، معرفش ايه حكايه الطفل ده. نام يا ابني. انا يا ابني احكي لك ايه؟ عايز ايه طيب؟ قول لي. احكي لك قصه تاني ولا اقفل الباب؟ اوكي. بيقول لي اديله لعبه. خد قطه. ايه؟ خد قطه. مبسوط؟ اوكي يلا يا معلم ننزل احنا نكمل ايه؟ فرجه على التلفزيون. ايه ده؟ الباب ده اتفتح وانا ماشي يا جدعان. لا مش هو. بيقول لي هات الازازه من البزازه. هات الازازه من
مين رزق الباب؟ هو مفيش غيره، خباها هو خباها. طب بقول لك يلا انت فين؟ قفل عليا الباب، قفل عليا الباب. تيرا هو اهي اهي افتح. انت بتقفل على الباب يا اسطى؟ انا جوه يا اسطى. تقفل على الباب يعني انا مش كفايه باكلك وبغير لك وبعمل لك كل اللي نفسك فيه؟ ماشي يا عم ماشي يا عم. اه تعال هات البمبز. اه البمبز الشقي اهو، بدانا اهو بقى البمبز البوزي ده. تعال يا عم بقى، تعال يابا تعال، انا هستناك فوق. مش شايفك انا كده يعني الشيف بمبز؟ هتطبخ لنا حاجه النهارده؟ انت لابست الطاقيه، مش شايفك انا كده يعني؟ تعالى، ايه رايك؟ شفتك ولا مش شفتك؟ تعالى يا عم انت يا عم بقى، ما تتعبنيش بقى يا عم انت. حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. تعالى يا حبيبي انت، عامل لي نفسك فيها قصه. تعالى تعالى يا عم بقى، ما هحطك في ما بين فخادي الواد ده، اقسم بالله هتشم ريحه معفنه اهو. ايوه كده، اسمع الكلام اسمع الكلام، هخلي الواد يعمل عليك بالبيت بكره، من هنا لبكره مش هيرحمك اقسم بالله. مش هغير لك البمبز، هتفضل لازق فيه طول العمر. البس كده تعالى، عايزك تبدع فيه. بقول لك ايه، انا نسيت احطك هنا، استنى دي بتاع دي ما فيهاش جديد. يا عم انت يا عم انت ورب، انا طلبت معايا احطك جوه. خلاص اهدى بقى كده، بس كده توحشنا يا صغير. اطلع يا صغير اطلع، 100 100 تعالى شقطك. ايه ده الرف ده جديد يا جدعان؟ تاني نقطه جديده ولا تالت نقطه جديده؟ البتاع دي جديده برضو تقريبا، والمخدات دي جديده، التلفزيون ده جديد، كل دي. اللي ياخد باله من حاجه يا شباب اكتبها لي تحت في كومنت، اللي ياخد باله من حاجه اكتبها لي تحت ايه في كومنت. البتاع دي ما فيهاش حاجات جديده نزلت. ايه ده ايه ده؟ دي بتاعت دي بتاعت الشد، اضرب دي كده. اه دي صغرته. طب استنى كده، دي بتاعت ايه بقى؟ دي بتاعت الانفجارات. اه دي فجرته، ما فيهاش جديد برضو. دي بتاعت المغناطيس. ايه ده؟ امال دي بتاعت ايه ده يا جدعان؟ دي انا مش فاكر دي بتاعت ايه. خد يلا عشان انتقم من البومبز، بس ايه رايك؟ يلا عايزك تنفخ البومبز عشان يجري مني كويس. خلاص خلاص كفايه، صعب عليا البومبز. خلاص تعالى تعالى يا اختي يا اختي يا اختي، اوديك تنام يا اختي. خد يلا تروح يا اختي. الناس يا اسطى ما بتعملش لايك يا اسطى، ما تقول للناس يا عم تعمل لايك يا عم. تعالى يا عم ترزق هنا 100 100. تعالى اقرا لك القصه الحمضانه بتاعتك. ايه يابا ايه يا حبيبي، مش عاجبك؟ ما انا كنت قاعد بقراها لك في امان الله، بتحدفها مني ليه؟ عاوز لعبه عاوز لعبه. ماشي خد الخروف اهو، مش انت بتحب؟ ايه يا عم كريستيانو، خد يا عم الارنب اهو. خلاص كده مبسوط؟ تعالى يا عم نكمل لك ام القصه ديت لما نشوف اخرتنا معاك يا ابن ماشي. الواد ده ملبوس يا جدعان ولا حكي. انا اللي ملبوس ولا ايه بالظبط؟ خلاص يا عم انت لسه هتحكي قصص الارنب اللي اتعمل ملوخيه ده، عارفينه. خلاص خلاص فينك يا ابني؟ نمت؟ اتقتلت؟ قتل. ماشي بيقول لي ايه بقى؟ امشي واقفل الباب وهنزل اتفرج على التلفزيون اكيد. اوكي مين؟ مين على الباب؟ الو ايه ده؟ محدش موجود؟ ماكينة التوست وصلت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي حدف ده من فوق؟ لا ده شغل جديد ده. ده شغل جديد ده. ثواني كده. الباب مقفول. الباب مقفول. ايه ده ايه ده؟ في حاجه هنا. ايه ده ايه البتاعة دي؟ الواد قطع الارنب. الله الله الارنب اتقطع يا ابن المفتريه. ايه ده؟ في بيضه طارت. بقول لك ايه، التحديث الجديد ده جامد، التحديث الجديد ده جامد يا جدعان. حط ده هنا. بيقول لي ايه بقى؟ ارجع اتفرج على التلفزيون. اتفرج على التلفزيون كل ده بيحصل في بيتي ولا ايه ده ايه ده؟ في حاجه غلط. ده بيتفرج على الوحش يا جدعان في التلفزيون، ولا انا متهيألي، ولا دي تهيؤات، ولا ايه؟ يا حول الله يا رب، حول الله يا رب. مش عارف يا جدعان نعمل في الواد ده ايه يا جدعان. الليله الثالثه يا معلم والاخيره عشان نخلص كده من الواد دوت ايه، ونشوف هيعمل معانا الجلاشة بقى. اه ده جديد ده، هذا شغل جديد. ايه انا بتكلم ليه كده؟ ده شغل جديد ده. ماشي دلوقتي بيقول لي ايه، اطلع على السلم وشوف الواد. انت لا انت ولا ولا ولا. تعال تعال. مبسوط مبسوط عشان انا جيت اقفل الباب. هيقول لي روح حضر سندوتش اهو. الواحد حفظ اللعبه يا جدعان. ادي السندوتش بماكينه التوست الالمانيه. حط عيش، حط ماشي، هات جبنه رومي، حط يا معلم الجبنه، حط عليها عيش و100 100. دي الكرتونه بتاعتها. لا حول الله، انا كنت ناسي ان هي بتفرقع بصراحه.
ولا العفريت جه، الواد حضر. هنجيب البزازه، هنجيب البزازه. الباب ده هيتقفل؟ لا، ده شغل جديد، ده شغل جديد، ده شغل عفريت جديد. ده مساء الخير. ولا البزازه هنا؟ ماشي، عايزين لها بقى طريق بقى يا شباب. ايوه اكيد كده، في كده. لف وارجع تاني، لف وارجع تاني، لف وارجع تاني. ايوه وصلت للبزازه، لف وارجع تاني، لف. ايه ده، مفيش اي علامات في الطريق؟ طيب يا جدعان، المتاهه دي جديده والواحد تايه فيها ومش عارف راسه. كده الطريق ده جديد، ده ديك رومي. الواد بيغير الطريق على فكره يا جدعان، الطريق بيتغير يا جدعان كل مدى يا جدعان. ماشي، ايوه الطريق بتاعنا اهو. شكرا، افتح الباب، خش الشقه. ايه ده، انت راسك كبرت ليه يا ابني؟ يا ابني يا حبيبي، راسك كبرت ليه يا حبيبي؟ بتكبر دماغك ليه؟ ماشي، بيقول لي غير للواد. طيب دلوقتي يا شباب هنشوف بقى ايه التغييره ديت فيها ايه جديد، يعني كل مره زي ما هي. مساء الخير. شكل الوحش اتغير، شكل البيبي اتغير، خلاص عرفت. مساء الخير، هيطلع. هاي، عامل ايه؟ جاتك نيله، عيل غتت، تعالى غتت تعالى. بيقول لي هات له بتاعه الطوارئ، بتاعه الطوارئ دي فوق، انا فاكرها بتاعه الطوارئ. علي الطوارئ، الواد اتجنن يا جدعان. الواد يا ابني انت خضتني اقسم بالله. حاله الطوارئ، ولا تعالى يلا اديك البتاعه دي، اسمها ايه، ببرونه. خد يلا اضرب دي بس كده، مية مية. تعالى من فوق، تعالى شيطان نايم. ايه يا عم دماغك دي كلها؟ تيك بيبي اوضه النوم، اوضه الاطفال، نعشي. تعالى بس يلا، اهدى بقى بقى، اهدى بقى، ما تتعبش. يا حول الله يا رب. ايه عايز ايه؟ ده مسك لي قصه الالعاب بتاعتك هنا. بقول لك يا استاذ ارنب، الواد ده بيعمل فيك يا استاذ ارنب؟ ولا شفت يا جدعان الارنب كان صاحي؟ ايه ده، الواد متعصب ودخل هنا. ولا ما تهدى بقى، ما تهدى بقى، ترزع هنا بقى. خد لعبه اهي، خد لعبه واسكت. فين القصه؟ تعال، عايز ايه؟ مش عاجباك اللعبه دي؟ خد لعبه تانية. مش عاجباك برضو؟ خد لعبه ثالثه. ايه، مفيش حاجه عاجباك؟ اقعد يا عم. اسكت اسكت، احكي لك قصه خروف العيد. ايه يا عم المؤثرات دي؟ ايه ده، الالعاب صحيت وهو جاب لي كرسي الملك وقعد عليه وعامل لي نفسه فيها جاي من الجحيم. ايه يابا، خطفتني وموديني على فين؟ هتعمل فيا ايه تاني؟ يخرب بيتك، يخرب بيتك، عيل غتي. جود نايت، نراكم المرة القادمة. ده مين الوحوش دي؟ ده جاي من الفضاء، طلع فضائي. صدقوا اكتبوا اكتبوا تحت في الكومنتات يا شباب، هو فضائي ولا شيطاني؟ انا كده انا اتلخبطت يا جدعان بصراحة، يعني ما بقتش عارف ده شيطاني ولا فضائي ولا حكايته ايه بالظبط معانا يا جدعان. مين هننزل في الاسانسير تاني؟ يا حول الله يا رب. هنروح له يا شباب على الشقة التانية. هلا ولا انت فين؟ ولا تقريبا ده شباب الجزء اللي احنا لعبناه قبل كده بتاع ال، هو في شقه رقم 10 صح؟ ده الجزء ايه ده؟ ثواني بس، الشقه مكسره ليه كده؟ الشقه متدغدغه ليه كده؟ انت فين يا ولا؟ فين الطفل؟ يا ابني المربي جه، يا ابني انت فين يا ابني؟ يا ابني يا حبيبي، يا ابني دي التكمله. الارنب اللي اتعور اهو، الارنب اللي زعلان اهو، خد خد اهو، عمل فيك ايه؟ طيار، الطفل الطيار، ورزع الباب في وشي. قولي يا شباب انتوا اكتشفتوا كام حاجه جديده الى الان؟ يعني الى الان كام حاجه جديده في التحديث ده من ادوات؟ يعني اللي شاف حاجه ايه ده، الارنب بيجري. ده جزء الارنب، تمام. ده يا شباب الجزء اللي انا نزلت له حلقه من اسبوع كده وختمناه. فدلوقتي يا شباب انا هنتقل لحاجه كان نفسي اعملها من بدري. ولا انت فين يالا؟ قاعد بيتفرج على التلفزيون. ماشي، فين الجن؟ هو ده الجن، حلو قوي. ولا انت جبت اخر ياه؟ ولا اطلع يالا من جوه، يالا طلع الوحش اللي جواك. ايه ده، ايه المنظر ده؟ طلع الوحش اللي، طلع العفريت اللي جواك يالا. ولا مش مقصر فيه ده، مبسوط. طيب تعال نشوف حاجه جديده. بلانك دي طلقه، لا بالونه. بالونه يا شباب بتعمل، انا عايز بصراحه انا جاي العب بالالعاب، وريني كده. بيو، الله، اخدتوا بالكم؟ اخدتوا بالكم؟ طبعا هل تفكرون بما افكر؟ بيو بيو بيو. ده شغل عيال صغيره بس الصراحه حلو قوي يا جدعان. ماشي، دي كوره، كوره مش هتفرقع طبعا صح؟ وريني كده، لا مش هتفرقع، مش هتفرقع عشان دي كوره. ماشي،
سيبك من الكوره، في دكتور هنا. ايه الدكاتره ديت يا جدعان؟ ايه حوار الدكتور ده بتاع اللعبه؟ ايوه الدكتور دوت اللي ظهر في نهايه الجزء الاخير من اللعبه ديت، الشابتر الاخير، اللي هو اللي تقريبا الدكتور ده هو السبب في كل حاجه. ما علينا، هم في الاخر هيطلعوا فضائيين. ماشي، دي كل ده تمام، مفيش اي مشكله، كله تحت فل سمباتيك سيطره يا معلم. ماشي خد يا، عملت لايك. انا اسف ضربت من غير قصد يا جدعان. بتتفرج على التلفزيون ايه يا اسطى؟ عملت لايك يا اسطى. طيب يا شباب، اللي عاوزنا شباب نكمل تاني في العاب الطفل الشيطان الشرير الملبوس، يزعل لك الحلقه ديت، خلينا نوصلها 50,000 لايك، واشوفكم يا معلم الحلقه الجايه. وخش يا معلم في الشفاطه، يلا مع السلامه. طير انت يا معلم، طير انت، ما دخلش بدماغه الكبيره ديت. اشوفكم يا شباب في حلقه جديده، سلام.